أرنتم شنو هذا كيف؟ ويسكس أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه العائلة اللي اليوم تقريبا أسبوع هي جالسة هنا في هذه المنطقة في هذه البلاصة هذه اللي حنا اليوم كيتواجدونا واحد القنيطرة بالضبط بالعصام اللي كانوا كيشتغلوا في واحد فيرما، لكن مع الأسف أن مول الفيرما على حسب ما كيقولوا أنه جرى علينا وجرى علينا واحد الطريقة اللي هي باشية. غنسمعوا هذه الطريقة كيف جرى عليهم وكيفاش مجموعة الحويجات مع عند الأم، وكيقولوا أيضا أن الأب ديالهم محجوز داخل في هذه الفيرما هذه اللي كيتواجدوا فيها واللي خدامين فيها. حنا الان امام هذه الفيرما او كما كنقولوا هذه الضيعه اليوم كنتواجدوا. مرحبا بك لاله معنا في هذا البث المباشر. هذه البنت ديالك وهذا الاب ديال الجوج ديالك لاله ياكي اللي هو كنا كما كنقولوا. عاود لنا لاله، قرب الميكرو الله يخليك لاله، عاود لنا شنو وقع بالضبط وشنو وقع لاله. انا في ساكنه في الفيرما عرفت الصوت ديالك 24 عام، والناس ساكنه في الفيرما 24 عام، وهذا السيد شرى دابا لمده 7 سنين وباع لا باع هذاك السيد هذا وانا ساكنه معاه، ودابا هذا السيد لحنين الزنقه وراجلي وبنتي راه من داخل وانا وولدي وبنتي هنا في الزنقه. هادي دابا من نهار الخميس وانا مزعده هنايا وما كاين اللي شاف فيا. جا عيط على المسؤولين باش يشوفوا لي على الراجل واش حي ولا ميت، ما كاينش اللي داها حتى فيا، حتى واحد ما داها فيا. ودابا نطلب من سيدنا من المسؤولين يشوفوا لي حقي هذا الشيء اللي واقع لي. بنتي ضاعت من المدرسة كبيرة وصغيرة، وحدة في التاسعة وحدة في السادسة، وأنا دابا ضايعة ومرمية في الزنقة. نطلب من سيدنا يشوف لي حقي من هادشي اللي واقع لي. الله ينصر سيدنا إلا ما يشوف لي حقي من هادشي اللي واقع لي من نهار الخميس وأنا مزعدة في الزنقة، لا أنا ولا ولدي ولا بنتي، وراجلي العين مرمي ما نشوفوش كاع ما نشوفو مرة، ما شفت لا بنتي ولا راجلي، ما عرفت واش ميت ولا حد. دابا نطلب من واخا لاله سمحي قاطعك، بغيت نسولك الله يجزيك بخير، كيفاش السيد هذا خرجك وكيفاش الطريقه اللي خرجك بها كيف ما قلتي لي قبيله في الصالون؟ ما عرفتش هذا السيد هذا كان معانا مزيان، ولكن ما عرفتش علاش جاب الخدامه ولحني انا. ما عرفتش انا خرجت عا باش نتلاقى بنتي، لاحوني الخدامه لاحوني الباب. الخدامه مين لاحوك؟ لاحوني بجوج خدامه ديالو لاحوني في الباب، كان عيهرسوا لي يدي والبنيته الصغيره بنتي والده كيعيلوا لي البنيته من يدي. من هي قلت لهم حلوا لي الباب قال لك ما نحلولكش الباب. دابا انا من نهار الخميس وانا لا وانا مرميه هنا كل ليل كل نهار، غير الجيران عاطقيني بالماكله ومره جاي ما عرفت واش ميت ولا حي. راجل شحال عمره لاله؟ عنده 50 عام. 50 عام؟ لا 51. نعم. والبنيته عندها 14 عام. هذه اسبوع ما تواصلتي معاه ما والو. هذه من نهار الخميس ما شفتو. من نهار الخميس ما شفت لا لا لا, لا راجلي ولا ولد ولا بنتي. شكون اللي كيوكلوا دابا وشكون؟ غير اللي جيبوا لنا غير جواتنا هنا حومه هنايا في هنا الجواد هادو الجيران اللي يجيبوا لنا اللي عتقونا اللي الحلم عاد خت لاد الحلاعه في على الباب. نعم لاد الحلم في الباب لاد الحلم خت. نعم. ودابا ما عرفت واش جابها في هاد الساعه هادي الان، ما عرفت واش حيين ولا مين. عيطنا نطلب المسؤولين يجيو يشوفوا وما كاين اللي جا عندي وما كاين اللي شافتها فيا. نعم واخا لاله غادي نهضر مع البنت ديالك اللي هي الكبيره، وانها كي تفضل لاله وعاد نرجعوا لك لاله ونهضر كذلك مع الاب ديالها. دابا نطلب عشا الملك، عشا الملك يشوف فيا. واخا لاله السلام عليكم. السلام. عاود لنا اختي انت ما ساكنش معاهم، ساكنه في مسكنه في ديملال. سمعتي الخبر جيتي؟ سمعت الخبر للوالدين ديالي، جيت انا سيمانه وانا كنعس مع عمي في الزنقه. هاد السيد كان معاه مزيان، غادي معاه مزيان، خدامين معاه، حبس عليه من الخلصه في شهر 8 كامل ما خلصهمش، وهذا شهر 9 حبس عليه من الخلصه. جايه امي جايه عندها اختي، غير حلوا لي دايرين القفوله للباب، دايرين القفوله للباب سارتو عليه من الداخل، ما تخرج امي ما تدرج. ملي عيطت لاختي قالت ليها بنتي ربك تقاد عليه الدواء ديال السكر، اجي يا بنتي عطينا شي حاجه باش نشريو الدواء ديال السكر. جات اختي دقات عليها قالت لها امي قول الخدام يحل لي الباب، عيطت عليه قالت لي اجي حل الباب حيت ديري القفوله. غير جات وهي جايه امي وما يلوحوها خدامه ديالو بجوج، لاحوا امي الزنقه وسدوا الباب.
سيمانه هذه انا كنعس معاها في الزرقاء ما شفتش الوالد ديالي، ما عرفتو دابا واش حي ولا ميت. ما حاولش يتواصل معاكم؟ حيدوا لي من الباب ديال البيت وداروا لي محاشاك الغبار ديال البهايم كينكسوا من الكوري ويجيو يحطوا الوالد ديالي في الباب. شاف عمر الوالد ديالك؟ الوالد ديالي عنده 51 عام. 51 عام؟ اه. ومعاه شي حاجه؟ هو مريض وفيه السكر وما عرفتوش انا دابا الحاله ديالو، دابا ما عرفتاش كي دايره. وحنا كنطلبوا عمل سيدنا ونطلبوا من الناس المسؤولين يوقفوا معانا، حنا اتجهنا للسلطه وجاو عندنا سميتو ما خداو لينا ما صورنا والو. نعم. مشينا درنا شكايه نكرنا، هو قال لك لا ما كنتوش خدامين معايا، كنتو عاطلبين لي ساكنين معايا، حنا 24 عام حنا هنا. عندنا حنا الاوراق ديالنا، حنا كنا هنا وعندنا حنا سميتو ديالنا المسائل ديالنا. ولادي زايدين هنا وما داير حتى حاجه القانون، ما مديكلاري بيه، ما داير لهم حتى حاجه ديال القانون، ما دايرها بيه. هما ضايعين هنا وصافي. عطيها الميكرو عافاك. شريفه شكون اللي كان كيخلصكم قبل؟ السيد الاول اللي باع الفيرما. اللي باع الفيرما كان كيخلصك؟ كاين السيد كيخلصنا. نعم. ودابا هذا السيد الجديد اللي جا دابا من اي باع هذاك السيد، هذا السيد هذا عاود هذا حتى هو كيخلصنا. دابا حبس عليا الفرصه قطع عليا. كيفاش واخا سمحي لي بغيت نسول كيفاش كان كيخلصك؟ واش عن طريق بنكا ولا كان كيخلصك؟ لا 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 يدم لاقي لي في الخلصه 28000 في الشهر. في الشهر. انت وراجلك وولادك ولا كل واحد؟ اي وراجلها وولدها خويا وهذا البنات هذه زايدين انا ولدت هنا في الفيرما. نعم. ولدت تم هذه البنات هذه ولدتهم في الفيرما، جوج بنات زادوا عندي في الفيرما. قبلتني غير المراه ما مشيتش للطبيب، قبلتني على المراه اللي في الفيرما هنا. نعم. ودابا انا نطلب حقي، نطلب حقي، هذا السيد لحني نطلب حقي. هذا السيد نطلب. نطلب حقي انا من نهار الخميس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا من نهار الخميس وحنا ملاحين هنا في الزنقه، حنا كنطالبوا على حقنا. عرفتوا كي داير؟ انا كنت مطالبه بحقنا ونطالب من الناس المسؤولين ياخذوا لنا حقنا، هذا الشيء اللي كنطالبوا به. هذا الشيء بدنا نطلب، نطلب من سيدنا ياخذ حقي من هذا الشيء. كنطالبوا انا 24 عام وانا بغيت على حقي، لا ما بغانيش هذا السيد يعطيني حقي. واخا لا، غادي نمشيو عند الحاج الراجل الكبير اللي تا هو مسكين، تا هو مشرد في هذه الايام البرد اللي كنا نشوفوها. السلام عليكم سيدي. عاود لنا شنو كيفاش هاد ال... وانا راني جيت نوزن. ارفع الصوت ديالك اسيدي. الولدين سدين عليا، رانا هذه السيمانه هنا ولدي من جيت ما شفت، ما عرفت لا ميت ولا حي. واخا ما حاولتش انك تتصل مع مول الفيرما؟ ما حاولتيش؟ خليه يهضر. ما حاولتيش انك تتصل مع مول الفيرما وتقول له بغيت ولدي، بغيت نشوف ولدي وبغيت حق ولدي؟ قلنا له، قال لك ما نعرفوش. قلنا له قالوا له كيفاش ما نعرفوش؟ قال لي ما نعرفوش. مثلا جا عندك ما نعرفوش، بمعنى انه نكرهوا انه كاين اصلا. قال لي كيشوفني ديما نجي نطلل لولادي هنا. اها. والنهار قالوا له باه هو هنا، قال له ما نعرفوش، بغى يشوف ولده ما بغاش، قال له ما نعرفوش. نعم. وانا نطلب هذيك معاه ويخرج بحاله يتفاهم معاه. نعم. ما عرفت بني لا ميت ولا حي. اللي كيف ما كتابعوا معنا المتابعين، حنا مازال معكم متواصلين في اليوم، حنا كنتواجدوا في صنف احد الضيعات. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين هاي الحاله ديال هاد العائله اللي متشرده في هاد هنا في هاد المكان هذا، كيف ما كتشاهدوا معنا بولادهم، لان كاين عندهم بنت صغيره ما قدرناش نبينوها لكم، كيف ما عارفين وكيف ما كتابعوا معنا المتابعين انه ما يمكنش تبان لدري صغيره اللي كيف ما سمعتيو ان وحده في كتقى في السابعه وحده في التاسعه، ما بقاوش كيمشيو يقراو على هاد الحاله اللي وقعت لهم في هاد المكان هذا. كيف ما كيقولوا، كيقولوا حنا اسبوع حنا كنتواجدوا هنا مشردين. الاب راجل كبير كيف ما كتشاهدوا فيه، والابن ديالو اللي كيبلغ العمر ديال 51 سنه اللي هو كيف ما كيقولوا انه كيكون محجوزين هنا في هاد الفيلم في هاد الموجود في هاد الضيعه. بغيت نرجع عندك بنتي، شدي عافاك الميكرو. وين ما حاولتيش انكم تتواصلوا مع مول الفيرما او يقول لكم شنو؟ انا كنت سمح لي نقطعك، قال لي الاب ديالك كنتصدم انه كيقول لك انه ما بقاش كيقول الاب ديالك ما كاينش. لكن كان في التليفون حتى الجد ديالي. نعم. كيجي مده 24 عام هذا هو كيجي عندنا لهنا. نعم. ها جا عيط علي قال لي انا بغيت نشوف ولدي. قال لي سيدي انا ما كنعرفكش، انا ما كنعرفكش، ما غاديش تشوف ولدك وما غاديش تدخلو. بقاو مشردين تما في الزنقه، انا ما عاقلش عليكم بهذا المصطلح. بهكا هضرت مع انا، درت محاولات ما تصنتش ليا. شنو كيقول لك؟ كيقول لي ما
كيقول لي يمشيو يمشيو انا ما غادي نعطيهم لا حقوق ديالهم لا والو، خرجوا عليا من تما. ضيعهم. حنا كنباتوا دابا في واحد الحاله ديال الرعب، واحد السيمانه هادي ما نعسنا ما شنا النعاس، وجابوا التيوات ورشوا علينا الماء من فوق الباب. الماء ديال لابيسين طلقوا واحد من تحت الباب وواحد من فوق الباب كيرشوا علينا الماء، وحيدوا لي من الباب وداروا لي بحال شكل الغبار ديال البهايم كيخوي لهم في وسط البيت. راه انا عندي سميتو المسائل وكل شيء، عندي التصاور وكل شيء. لمن كيخويو؟ كيخويو الوالد ديالي في الباب. نعم. كانوا كيخرجوا هنا في الزنقه برا، ولاو دابا كيكبوا لي في الباب. حنا برا وحنا كنطالبوا عامل سيدنا والناس المسؤولين والمحسنين يجيو يشوفوا هذه الحاله اللي حنا فيها ويعاونونا، وحنا بغينا حقنا منه. حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا حقنا ما يضيعمش ويخرجوا لي من هنا. هادشي اللي كنطالبوا. واخا شريفه، شنو الرساله ديالك ليه هو بخصوص هاد المنفرمة؟ شنو باغا تقولي له؟ هاد السيد هذا نعم، الا بغى الا بغاني رجع نخدم، ما بغانيش يعطيني الحقوق ديالي نمشي بحالي. نعم، هادشي اللي كنطلب. هادشي اللي كنطلب، ما يضيعنيش. انا 24 عام وانا ساكنه هنا، ولادي زادوا هنا، وبناتي هادو جوج عندي مجوجين هنا. انا كنعقل على راسي، كنعقل على راسي هنا، وانا خدامه انا وراجلي وولدي. هادشي بدنا نطلب من هاد السيد هاد، ما يضيعنيش، ما يلحنيش الزنقة. أنا دابا سيمانة هو لحني الزنقة، أنا وبنتي وولدي وبنتي الأخرى هي وباها راهم داخل، ما عرفتهم كي داير. شحال من مرة بنتك اللي داخل؟ هادي 15 عام. هادي من نهار الخميس ما شفتش. السمرة معاهم هنا. عييت ما نطلب وعييت ما مشيت ما خليت فيه الجاريت، ما كاين اللي شاف فيا وما كاين اللي جا. درنا شكاية، مشينا عند مفتشات الشغل، مشينا عيط على البوليس. كيقول لك انا كيقول لك انا ما غاديش تصوروا مني حتى حاجه، البوليس كيجيو كيهدونا. عيطنا عيطنا للمقدم، طلبنا غير لامبيونس نشوفوا الوالد واش حي ولا ميت، حتى واحد ما جا عندنا، حتى واحد ما. واخا اذا كيف ما تابعتوا معنا متابعينا الافاضل، فهاد الناس هاد العائله اللي متشرده هنايا واللي كيقولوا ان صاحب هاد الفيلم كيطلبوا من الناس المسؤولين انهم يدخلوا في اقرب وقت. قالوا كيقولوا انه الاب ديالهم محجوز داخل هاد الفيلم، كيطلبوا منهم انهم يشوفوا الاب ديالهم ويطمئنوا عليه، واش باقي كيف ما كيقول واش هو باقي في قيد الحياه او ميت. فشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى منكم انكم تبارطاجوا لان توصلوا للمسؤولين. شكرا لكم مره اخرى، والى اللقاء، نتلاقاو في لايف اخر.